النظام المغربي كما هو معلوم دفعته فشلاته وهزائمه الى الارتماء في احضان الشيطان الصهيوني. هذا ليس دليل القوة انما هو دليل الضعف وعجز، وهو له اثاره السلبية عليه سواء في الداخل المغربي او في الخارج. والشعب الصحراوي مجمع ومصمم على مواصلة الكفاح، وهذه مرحلة من التآمر على الشعب الصحراوي سيجتازها مثل ما تجاوز اتفاقيات مدريد ومختلف المؤامرات اللي خاضها الشعب الصحراوي، سينتصر اخذا بسان الثورة الجزائرية باعتمادها على الإيمان والتضحية، انتصرت للاستعمار الفرنسي واليوم هي نموذج مختلف.